كنت في امريكا هو اصلا لا بس اصلا يا اخي عند الله وعندكم انا جا الله وجاركم حسوا بي انا عايش في رعب هذا اشتبهت والله لا عاد نقدر افتح طاقه ولا باب ولا جاوب تلفون ولا ارفع صوتي ما في حلولي جوازك يا محمود جاهز مجهز الله اكبر الله اكبر والله الحمد اي والله محمود محمود والاشتباه أي نشتبه بعدنا بالكامل بس بعد ما قلبنا الدنيا عاليها واضيها وطلعنا المشتبه والقاتل الحقيقي اي والله يا نسب اننا طول الليل ما رقت وانا اتصالت من عند الوكيل لا عند النائب لا عند الوزير وكلهم يقولوا لي انه وهو نسبك والله ما لنا علم وعلى العموم نسبك انا ما يحتاج جواز سفر يسافر على طول وانا اقول لهم لا لازم هذه معامله روتينيه هذه بتقولك بس كيف عملت هذا كله وعد انا حصلتك باب الباب هو انا ما اشتغل له بالتلفون اسكا خلوكم معي شويه دحين اسكا طمنوني اسكا يعني خلاص المشكله انتهت الاشتباه راح خلاص انتهت كل شيء راح انتهت لك الحمد لله طيب ما هو يلزم ما فعل ما عاد لازم عليه ولا عاد يلزمك شيء صافي لبن ما عاد الا الفيزا وتسافر مع السلامه يلا استاذنك يا خي انا اسف يا خي يا خي
سامحني يا اخي، عطلناك وعطلناك وتعبناك. انا والله عاجز عن شكرك والله العظيم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الف الف شكر. الله يفتح عليك. صاحبي. طمنوني ما فعلته. خلاص. البلاء. الجواز خرج والاشتباه راح والتهمه انتهت. انتهينا من المشكله كلها. الحمد لله. ياه، انتوا عارفين ما باقي الحين؟ باقي نروح لمكتب الفيزا اللي دفعنا فيها العربون وناخذ الفيزا ونخلص المعاملات وننهي كل شيء. الحمد لله، الحمد لله. ولا أعظم حاجة حنلحم الاشتباه. الحمد لله يا لطيف على أيام قاعد في الاشتباه. كل شيء جاهزنا الحين، جواز جاهز، فيزا جاهزة. هذا هو المكتب. هذا هو. والله ما قد فعلش اللوحة. اللي يشتغل يا أخي ينفع اللوحة. المهم اسمع، أنا أتكلم وأنت لسه ساكتة. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من منكم؟ نسبي معمو. أنا قلت له أنا وتيت عربون وحجزت وجاهز. تفضل. أنا تفضل. تفضل هانا. ضروري علي؟ نعم. هيتم الموضوع على بيت؟ ضروري. سبحان الله، كل وكالة ولها شرع. ايه؟ ايوه اكيد. ما هو هذا؟ شايف؟ ها؟ ما هو هذا؟ والله ما نادى. انك قلت نخليك تتكلم انت العالم حقنا. يا اخي ذا العلم هو هذا. ايش بكل؟ ها هذا الذي يشتي سافر الخليج قبل لا يسبقه وينعم ويحلقوا له من اجل سيد الخليج وفعل صح دحين ظهر لي. ابسل هذا لا. هذا جاهز مسافر. اي والله يعلم الله كم قد تعرف الفيزا. قدوم مدوخ. ايوه هذا دلع. هذا ها اسبقه. ناس يهتموا بك من اول ما وصلوا ما ترح لك وهم لا يزفوك الا زفافه. كل تنظيف ودا وتلميع. والفيزا؟ اين فيزا؟ الله عندك قال لك اين فيزا؟ ها؟ هذا مكتب السفريات. ما هذا صانع علاقه؟ ما بتبصرش امامكم. ها هو وين الاصلع؟ اي الاصلع؟ الاصلع اللي جينا له انا وهو كان في الباب وقال لنا هذا مكتبه وانه بدي فياز وانه معه عقود عمل واتينا له فلوس وقط وصرنا نجهز الجواز وجينا قال حيجي لنا الفيزا. لا اعرف اصلا ولا بيدخلوا عندنا اصلا بيدخلوا معاهم شان نحلق لهم. صلوات الله عليك. يعني نعيما يا نسب. نعيما ما؟ والفيزا؟ والفلوس؟ اي الفلوس اي الفيزا؟ عاد نحلق. قد حلق لنا صاحبك عينه هذا والله ما سلوك يسكت النصا. ماله؟ اين الاصلع؟ قول لي عزلت الاشتباه حق صاحبنا؟ ايش من اشتباه؟ ما فيش اشتباه خالص. ما هو؟ امور السليمه بس انا عملتها هكذا قلت ما يروحش ما قد استفدت منه. وانت صاحبك بكم حلقت له؟ خليها على الله. كم؟ والله انه مبلغ خيالي. بيني وبينك قلت قدي حلاقه الحم. اللي يصدق النزوه نقع بها هكذا. يا ضياع فلوسي ضياع. الله لا مسكنا قيمه السياره ولا حصلنا فيزا ولا سافرنا ولا ارتحتي. هذا حين انت رجال. حسرتي على نفسي حسره. ايش تعرف؟ ليش انصبوا عليك ليش؟ او انت هبل؟ انصحي اختي انصحي يكون يعرف كيف يدمر رجال مثل الناس. نافو دمت معي يا سيف الكشكشي يلي تعرف كل شيء ولا ما كان داني الو جاهز.
انت عليك، انت قلت لي ان انت ابو العريف. الو الاخ سيف جاهز؟ لو سمحت يا اخي ادعي لنا نسبك محمود هذا. ها محمود لحظه كلم. الله يحفظك يا سيف، شفت الحركات حقك، خلي لي حالي قد بلغت الحلقوم. بنقول لك امان اتكلم. الله يحفظك يا سيف، ما تقعد عشان اختك علي ظلمه هذا، خلي اللي فيني مكفيني. بنقول لك امان اتكلم يا سيف. بنقول لك الو الو حارس في عمارة؟ تمام 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 موافق، بكرة الصبح إن شاء الله وأنا عندكم قبل المكتب. كم عاد قاعد قيمة الفيزا؟ بس هذا مبلغ كبير شوية. لا 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 ما ترجع، بكرة إن شاء الله عندكم أنا قبل المكتب. خلاص اتفقنا اتفقنا، بكرة الصبح إن شاء الله، بكرة الصبح. حصلت على فيزا؟ حصلوا لي فيزا حارس عمارة، بس المبلغ الفيزا كبير شوية. قالوا اشتوا مليون، وأنا يمكن ما مدني من قيمة السيارة لا يمكن 700,000 ولا. طيب اتسلف. والله إني فكرة. من أين اتسلف؟ من أين؟ ما أنا ما بيجي ولا ريال، ما أنا اتسلف. طيب بيع الجميع. ما تكفيش ما تكفيش. طيب أنا عاد أسلفك أنت بحقي. لكن يا محمود تحصل على فيزا، يعني لازم تحصل على فيزا. وهذه يا اخي اصبر فحص في المكان الذي شرحت لك بالضبط. تمام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا محمود اللي اتصلت بي أمس. محمود أيوه حق حارس العمارة. أيوه حارس عمارة، حارس مرمى اللي يجي منك بركة. هات يا أخي. شوف يا أخي محمود، هذا استمارة فحص. شكرا جزيلا. لحظة يا محمود، لحظة لحظة، خليني أكمل كلامي. هذا استمارة فحص. صرت أعمل لي فحص فيروس الكبد. أول ما أسلم النتيجة تديها لعندي. علشان بموجب أكمل لك إجراءات معاملة الفيزا وخلاص. اين يفعل الفحص هذا؟ اين يفعل؟ كسبك وشرحت للاخ، سيري وانجويا. تعال انت يا جماعه. هيا يا سبا طمني مالك. خلاص يا سيف كملنا مع باقي لك فلوس الكبت. علي ولا تقلق، الله ما قضينا من اي مناوية، ما كان في لك فله. ما افعل لك يا سيف، بدي لك يا سيف، ما اسوي لك يا سيف، اتصل لها الان. من هو؟ فلوس الكبت. من هذا؟ هذا انا سبي. انا عايش معنا؟ ما يسافر، هو انا مسافر من باطله، هو الضيق. خلاص يا سيف خلاص اصبر. بارك الله فيك، خلاص احنا نكمل المعامل. ما افعلك ولا شيء، انا دارك انسان مشغول معك مسؤوليات، الله يكتب عليك. اجي معك الله يبارك في ايامك. الله يكتب. انا استاذن. مع السلامه. الحمد لله. بدل ما نسمح بالفحص في المستشفى، الأفضل نصير نعمله في مختبر خارجي. ليه؟ على أساس نعرف إذا طلع عندنا فيروس الكبد نعرف كيف نتصرف، على أساس لا تطيع الفيزا. ليش إذا طلع عندنا فيروس الفيزا تطيع؟ ها؟ ما أنا عند الله عندك، نطمن على أنفسنا في مختبر أول أحسن. يلا بعدك. يلا. شاكر؟ اي والله شاكر. هذا كان يعمل شيء بالي بعرفه. اوه امانه. اي والله الله ما انا ما في علبي. قال لي اني معي اشتباه في القتل، خلاني اخلي بيتنا مثل القبر ولا اخلي صوت يخرج مني. اسبوع او مدري كم وعيشني في حاله، اعوذ بالله. والله كلنا سبب. قلت الكل. ما انا قال لنا بنتاجر في الاعضاء البشريه. اسالك بالله. الله اكبر على راس هالملعون. مصيبه مصيبه. وانت هذه الظاهر تجاوزت معنا اليوم الثاني. ايوه. هذه فعلنا لياعه ابن التيار رزق المكسوم. خذ ولا عن سرب انفسنا. ساعة ما بشي، اذا بع عليك اشتباه يقولوا على كذا، وما بشي يتاكدون انك ساعدت جوازك. خبلان ولقي لي شويه خبلان نضحك عليهم. الله الله. أيوة. الله الله ما فعلوا كلاء الشريعه هذول المفاوضين بالناس يا دفاع. يا هنا يجي الفحص هذا والله ما انا